لأن ما أقول لآخر واحد وتاكل يا أختي يا أختي يا أختي بديتك. اللي ياخذ أكثر نجمات له $50 يلا نهار رمضان نهار رمضان وتأكل يهز راسه ايش يقول 18 ساعة بس ما تقدر تتحمل 18 ساعة قلت نو هلو 18 ساعة بيختفي اي مرة بيخرب بروح يمكن لك الشتاء مساكين ما يتحملوا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته واسعد الله ايامكم بكل خير الله عليك المرة أولى أحلى كويس أول مرة كويس أول صح. يوم برمضان إيه كم صايمة ساعة؟ ساعتين عشان تتعودين إن شاء الله بكرة تصير 4 ساعات خلاص؟ أوكي إن شاء الله بس نوريكم على السريع سفرتنا الرمضان ما شاء الله خولة ما خلت أغراض المحلات أبو ريالين إلا وحطتها لا وين أبو ريالين؟ ها؟ جيفينشي و وشو؟ وش اسمه الماركات هذه لويس فيتون لويس فيتون الوردة هذه أنت سويتيها بالسناب هذه؟ أي شاركتهم في السناب حلو ووريتهم المعاناة وأنا أسويها بس والله طلعت شكلها رايق خلينا بس نوريكم العيال الحلوين ترى ما بقى شيء للمغرب بسم الله ايش في ذا؟ بط انا قاعد اقول Game of Thrones هو King of Thrones بنوريكم حاجة اتمنى انكم تطبقونها ان شاء الله هلا حبايبي الفكرة تفتحوا لهم باليوتيوب اي قرآن يكون ترتيله رائع وسهل يعني للسمع بالاضافة الى ان التجويد يكون ممتاز تحطوا لهم قرآن يتبعون منه واللي ما معه قرآن يقرأ من التلفزيون جدا رائع ويعلمكم مخارج الحروف والحفظ وإن شاء الله خاتمين القرآن هالشهر يا رب أكيد حلو خلونا نخلص الطبخ ما بقى شيء على الغرب يلا بسم الله صديق ولا شيء سيفون هلا 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 شو عندنا اليوم عندنا مكرونة شوربة سلطة سمبوسة طبعا هذا هو أول يوم رمضان يكون حركات وآخر شيء تاريخ لا هي تاريخ 30 لوزين ايوه يلا تبيكم شندسكون يلا شندنا اليوم سلطه بالجبن ممتاز وهذه وش شربت ايش ما شاء الله شربت جريش يا زين الزين مكرونه فتشيني راح نسويها الحين هنا حلو بسم الله والله هذا اللي انصح فيه القلايه الهوائيه جدا مهمة. عشان والله بتذبحنا السمبوسه بهالزيت بسم الله حطي بالكيس حطهم ونوزعهم يا ابن تهلا حطي بس لحظة قبل ما تبدؤون علامة الجودة في الثلاجة يمين ولا شمال هنا ولا هنا نشوف الذاكرة علامة الجودة اللي لابستها ريمة ليمونة ريمة اللي سوتها ها انت دخلت ليمونة نو طيب يمين ولا شمال طيب بسم الله ايش مين؟ وينها؟ هذه ريما اللي سويتها مو ريما والله اي علامة الجودة غلط مو غلط بسم الله يلا 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 هذا توم ايوه جوانا شو تسوين يا جوانا؟ حاول تفضل نبغى التش ايوه احسن من التش اللي تسويها انت حق الفول ها؟ ايش؟ التش تش لا هذاك ايطالي ايه يعني مدلع اي نعم ايوه بسم الله ما شاء الله الريحه جوعان والله جوعان وش ذا شونغ شينغ شونغ شونغ حلو صح؟ جوعان وش بعد الحين؟ حركة السمبوسه لا 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 اول يوم لا وش ذا مسوي اتان؟ ايه لا حلوه اول يوم رمضان وش ذا؟ اول يوم رمضان دلع انت حطيتيه على حراره عاليه صح؟ يا
على 320 سمبوسة هوائية وتوني امدحها الحين. ها؟ المهم نكمل. تكملين وش بيصير؟ بيصير ليمون اسود. ليش كذا؟ ليش؟ ليش مو اول يوم يا معزوز؟ لا أيوه. عليك والله. اوه هذا شوي. اذا صايم طعم فيديو. ها؟ اذا صايم طعم فيديو قول اللهم اني صايم. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. لا تحطوني يا بابا على حرارة مرتفعة الله يصلحكم يا حبايبي. والله قلبي يعورني. اليوم العصير برعاية عزوز. كيف اليوم؟ وانا السموذي والحركات. بيمتو. سموذي صارت مجوش. سموذي بيمتو. يلا. اوكي. نخلي واحد بيمتو واحد سموذي شايف؟ يلا. يلا لا طلع الليمون انتبه. حلو ستروبري اسمع فراولة ريد راسبيري راسبيري وايلد بلو بيريز حلو يعني اوكي شوف الكاس ما صغير تسلم الله الله اخ الريحة بس ما شاء الله شوف شوف لحظة 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 بيسوون زبادي مع هذا زبادي وفمت وفواكه الله مسكين المعدة يا هي بتتأذى خلي خلي هذا سموذي وهذا منتج طيب يا عزوز أنا ما حد دخل اليوم ال واحدة توني بقول يلا كلي ثقة عزوز الله ما ينفع ما مطبخ عزوز هذا شوية يلا يلا مي مشكلة حسبنا الله ونعم الوكيل لا وغطك وبطل هذا والله ما ينفع عندك عزوز طيب ملعقه بشيء يلا يلا صح ملعقه انت كب كانك ما شاء الله مع قدر تراها بس بس بس, 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 بس يا ويلي يا ويلي بدنا ناخذ زبادي فراوله ايه ما ليه طيب هو فراوله ليش تحط الزبادي فراوله عشان يخليه زبادي فراوله وين الغطا في المويه بنخلطهم بعدين نشوف اذا احتاج مويه طيب يبغى له المويه يا بابا يلا حطوا له مويه مويه لا تاخذون الوصفه هذه يعني لا تاخذوا الوصفه مره الله لا تنفع تطلع والله وصفه مالحه الله يستر خلاص بابا حط مويه حط مويه حط مويه ايوه زي كذا ايوه خلاط يا رب ما نحرق الخلاط زي المرات اللي فاتت حلو طيب زي كذا فتحت جايين لكم مويه مويه عاد خايف مويه طبعا احنا ما نحط سكر ما نحط سكر سموذي يكون كويس كذا بدون سكر ايه الحين قرروا وش يحطوا لحظه شوف شوف طلع ايس كريم اول شيء فقررنا نحط موزه يا بابا المعده بتشتكي يا بابا تشكلنا بعدين عشان الفيتامين يلا يا فيتامين يلا كنا نكون سوينا سموذي عصابة بدر اللي قتلنا بعد ما نشرب استغفر الله العظيم يلا اي بسم الله بسم الرحمن بسم الله ايس كريم ذا والله ايس كريم اي عارف بس خلاص سكره بعد نفتح الغطا ونكمل لا انت لحظه لحظه سكري من اول تحت لا ينفض يا بابا يا بابا ما عندك لا 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 خلاص خلاص حطيه في كاسه حطيه في كاسه وخلاص فحبايبنا المتابعين اهالينا الله يسعدكم لا تسوون هذه الطريقه انا يعني اول مره انصحكم شيء لصالحكم يعني كيف انصحكم شيء حلو ترى ما حطيته فهمتوا على فكره يلا هلا والله انحترقت والله لا والله حلوه ايش فيكم ذهبيه هي هي بس بس جنوط الشمس جنوط الشمس الشمس لها جنوط خيوط الشمس والله كنت شكلي في الصناعيه هنا يمكن ولا مع الصيام خايف يطيح علي والجودي عشان تعرفوا نعمه الاذان ومكبرات الصوت والله ما درينا شوفوا ان شاء الله انها باينه يقول لك اذن المغرب منذ 7 دقائق واحنا قاعدين نرفس ذا المطبخ فنعمه المكبرات الاذان نعمه عظيمه والله نفقدها هنا بسم الله الرحمن الرحيم الحين وين احطها بحوسه ابو ريالين ذي بسم الله يلا مشي مشي
هذا 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 عندي 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 طبعا عند ريما عندي انا عزوز خبيته. من السنه عند الافطار ان الواحد يسمي بالرحمن ويقول الدعاء، كتبت لكم اللهم لك صمت وعلى رزقك افطرت عشان نتذكر. وين الثانيه؟ ايش مكتوب؟ لا يوقف ياسر صح، لا يوقف يا شنب. وش اللي ياسر؟ ياسر والله كنا مكتوب ياسر، كان هذه هذه لا يوقف، هذه المفروض اللوحه تكون عندي انا، جيبوها هنا. وبعدين من السنه ان احنا تمره او ماء عشان كذا ترتاح المعده، الا اذا كان في جريش وقرصان عاد لا لا. ايش؟ وسمو بالرحمن بسم الله اللهم بك صمت على رزقك افطرت. بسم الله الرحمن الرحيم. قايل لكم انشبت حبة الفراولة بس خلاص خلاص سيبوها. وش ذا؟ نسيت على بالك وعلى بالي واجد والله. الحمد لله اللي أتم لنا صيام أول يوم من رمضان. وفي نهاية هذا الفيديو لا تنسونا لايك وشير وسبسكرايب وأهم شيء السمبوسة. صح، وأهم شيء السمبوسة. أكل تانج مع فيمتو وخربنا السموذي اوريدي ما نبغاه. يلا اعترفوا انهم خربوا السموذي. طيب يلا وروني عزوز وش تسوي؟ بحط تانج. ايوه كبه كله يلا. خربانه يا بابا. طبعا عزيز اللي بيشرب اكيد، عزيز يحب الخبايص. خلاص يلا فهمتوا تانج. بعدين احس بيطلع طعمه حلو. اوه بس خلاص ترى كثرة هذه الأشياء تخرب الكلية. اي نعم لازم بعدها نشرب سوائل أكثر، موية أكثر عشان الكلية. كثير طيب ما في سكر؟ احنا سكر. اوه وانتي وشو؟ جوجو زبادي كنافة. زبادي حامض والله ممكن. لا لا ام سليم مدة ام سليم. شوف اللون بعدي كوب يا ريما. ان شاء الله. السلام عليكم. سمبوسه لحظه